أشهد أن لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه هي الغاية. هذا النظر وهذا التفكر وهذا التدبر وهذا الاستدلال بآيات الله تبارك وتعالى ومخلوقاته، الغاية منه أن تفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. فالخالق لكل هذه الأشياء، الخالق لكل هذه المخلوقات، لكل هذه الآيات، الذي دبر الكون بهذا التدبير المحكم المتقن، الذي خلق الكون بهذا الإبداع، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. فالرب هو المعبود سبحانه وتعالى. واستدل المصنف بآية كريمة جميلة من كتاب ربنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أين عقولكم؟ كيف وقد خلق الله تبارك وتعالى لكم هذا الكون من العرش إلى الفرش، من السماء إلى الأرض؟ كيف قد خلق الله عز وجل لكم هذه الأرض وجعل لكم فراشا ساكنة آمنة مطمئنة، ثبتها وأرساها بالجبال الراسيات وأمدها بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وزينها بالأنهار والبحار والأشجار والورد والزهور والرياحين، وأودعها من الكنوز والنعم ما لا يحصيه إلا الله، وأنزل لكم من السماء ماء ورفع فوقكم السماء بغير عمد ترونها، وزينها بالكواكب والأقمار والنجوم والشموس. هل من العقل بعد كل هذا أن تفردوا إلها غيره بالعبادة، وأن تصرفوا العبادة في أي جزئية من جزئياتها أو صورة من صورها لغيره تبارك وتعالى؟ فالرب هو المعبود الذي خلق والذي يستحق أن يعبد، الذي يرزق والذي يستحق أن يعبد، الذي يدبر أمر الكون هو الذي يستحق أن يعبد. يا أيها الناس، وهذا نداء عام لكل الناس على وجه الأرض، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأود أن أبين هنا لطيفة جميلة في هذه الآية. فإذا كانت العبادة أيها الإخوة هي الغاية من خلق الخلق، فإن الله قد جعل التقوى غاية العبادة. هذه لطيفة جميلة، انتبهوا إليها. إذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد بين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الغاية من العبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله. إذن الغاية من العبادة أن نحقق التقوى، كما ذكرت في اللقاء الماضي. الله جل وعلا يأمرنا بالعبادة لأنه في حاجة إلى طاعتنا، فالله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إذن العبادة لنحقق التقوى. إذن ما هي التقوى؟ التقوى هي الاسم من التقى،
التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقع. التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقع. والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى إذن، تدبروا، أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي العبادة. فالعبادة امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحدود. هل وقفتم على هذه اللطيفة الجميلة؟ إذن الغاية من العبادة هي أن نحقق التقوى لله تبارك وتعالى.